السلام عليكم، حياك الله أخ وليد. الله يعطيك العافية على التنبيه، الله يعطيك العافية على التنبيه، فعلا ما كنت حاط الصوت وهذا خطأي، فبعيد الكلام اللي قلته من البداية. المعذرة المعذرة، الله يجزاك خير إنك نبهتني. الصوت واضح الآن؟ الله يعطيك العافية. طبعا أرسلت الملف الخاص بالشرائح الباوربوينت على الرابط اللي حطيته فوق في صندوق المحادثة. بعيد الشرح بشكل سريع الأشياء اللي مريت عليها. طبعا معكم الأستاذ عبد الله بن ماجد اللهو، راح أدرسكم محاسبة متوسطة واحد. المحاضرة هذه المحاضرة الأولى، المرجع الرئيسي هو طبعا كتاب محاسبة متوسطة للدكتور محمد سامي رافي. طبعا حطيت المعلومات التفصيلية، المعلومات التفصيلية في المنتدى اللي هو الخاص في المقرر وما يتعلق فيه. مرسلو ممكن انك تشوف الملف موجود عندك يا اخ ميعاد، او انه تضغط على الرابط اللي ارسلته فوق، فارسل لك الرابط من جديد. انت اخاف انك تعني رابط، ابشر هذا الرابط. بالنسبه للاجزاء طبعا نمر عليها. وش الاطار الفكري للمحاسبه؟ الاختلاف الجوهري ما بين علم المحاسبه والعلوم الاخرى، العلوم الطبيعيه والهندسيه وعلم المحاسبه، ايش الفرق بينهم بالتحديد؟ جميل. العلوم الطبيعية والهندسية أنها مشتقة من قوانين الطبيعة، تتسم بالثبات النسبي، يتم اكتشافها لوجودها في الطبيعة. طبعا مثل يعني عندك قوانين الفيزياء وقوانين الرياضيات وغيرها من الأمور هي موجودة في الطبيعة. مبادئ علم المحاسبة لا تمثل حقائق ثابتة أو بديهيات، ويصعب إخضاعها للبرهنة الرياضية مثل مخصصات الإهلاك أو عمليات الإهلاك. هذا راح نتكلم فيها، يعني إهلاك الأصول صعب انك بدقه تحسب كم معدل اهلاك السياره. صعب يعني من ناحيه دقيقه جدا جدا. طبعا هم حاطين قواعد، لذلك حطوا قواعد معينه من اجل حساب الاهلاك. هل هذا الملخص معتمد؟ ما في صوت، الصوت واضح الان يا اخت فاطمه. بالنسبه للملخص باذن الله تعالى انا ما راح اخرج في اسئلتي عن الاطار اللي راح اشرح لكم، وفي هذا الباوربوينت سلايد، لكن طبعا المرجع الرئيسي تبعون للكتاب. طبعا هنا تنشا المبادئ والمعايير، ثم يتم تطويرها واصدارها والاتفاق عليها لاعتماد مصداقيتها، طبعا مثل طبعا الاعتراف بالايراد وغيره. طبعا بالنسبه لعرض الاطار الفكري للمحاسبه، هذا ممكن تمرون عليه مرور، يعني ما راح تساءلوا فيه، لانه كله عباره عن عناصر وبنود. طيب نجي للاطار المحاسبه الماليه. ما في صوت الى الان؟ دقيقة خلينا نشوف كم. شباب الصوت الآن واضح؟ أنا في جميل جميل جميل، حلو. طيب بالنسبة للجزء اللي فات، أنا أعتذر لأن أول مرة طبعا أقوم بتدريس في عن بعد، ولعل حدثت مشاكل تقنية، لكن إن شاء الله الآن تغلبنا عليها. طيب بالنسبه طبعا اللي فاتكم السلايدات الاولى، من انتم يعني مسائلين فيها ما راح اسالكم في السلايدات الاولى لانها كلها بشكل عام جدا وبنود، لكن بدءا من هذا السلايد يعني احتمال لكم تبدون تسالون فيه. طبعا راح باذن الله مو المحاضره القادمه، المحاضره اللي بعدها ان شاء الله الاسبوع القادم، راح اعطيك الاسئله كيفيه طريقه الاسئله في الاطار الفكري، وكذلك في المحاضره الثانيه اللي وراها المركز المالي، كيف يعني تصور عن الأسئلة عشان أنت تكون أيضا مستعد بالنسبة للاختبار. طيب بس أهم شيء يا شباب، أبيكم تحرصون على الفائدة، أبغاك تطلع بفائدة من المحاسبة المتوسطة، في فائدة رئيسية أبغاك تأخذها وراح تطبقها في أرض الواقع. يعني الأسئلة والأمور الثانية كلها بتكون بإذن الله تعالى واضحة، وكذلك المنهج يعني بخليه واضح ومباشر، بحيث انك يسهل عليك يعني امتصاص الماده وفهمها وتطبيقها في ارض الواقع. ما هو الاطار الفكري للمحاسبه الماليه؟ لا ان شاء الله باذن الله يا اخ جلال ان شاء الله تعدونها، بس اهم شيء ذاكروا والله يوفقكم يا رب. ما هو الاطار الفكري للمحاسبه الماليه؟ هو نظام متكامل يتكون من اسس واهداف يتم بموجبها اعداد المعايير المحاسبه الماليه التي تتصف بطبيعه المهام المحاسبه الماليه، ومن خلال الاطار الفكري للمحاسبه يتم تقييم الممارسات المحاسبيه للبنود. هذا طبعا ما راح اسالك عنه،
يعني من شكل واضح. أهمية الإطار الفكري المحاسبي، يساعد وجود إطار فكري محاسبي على ما يلي. واحد، هذه الأهمية، ممكن أسألك عن الأهمية. أهمية الإطار الفكري، تمكين من إعداد المعايير وإجراءات المحاسبة، تمكين من إعداد معايير وإجراءات محاسبية متناسقة تخدم مهنة المحاسبة في الوقت الحالي والوقت المستقبلي. يمكن الإطار الفكري المحاسبي من إيجاد حلول العملية للمشاكل التطبيقية المستحدثة، يساعد على زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية. كذلك أيضا يمكن المقارنة بين نتائج المنشآت المختلفة. طبعا هذه من الأشياء اللي يجعل الإطار الفكري المحاسبة مهمة. طبعا عندك مثلا رقم 4، المقارنة بين نتائج المنشآت المختلفة. لو ما كان عندنا إطار فكري، كان مثلا شركات، نقول مثلا عندك شركة المراعي وشركة نادك، هذول كلهم شركات أجبان وحليب وغيرها. لو كل واحد يستخدم إطار فكري مستقل، كل واحد يعني يتخذ من قوائم مالية الشكل الذي يراه مناسب، لحدثت مشاكل كثيرة. صعب أن نقارن مثلا بين شركة المراعي وشركة مثلا نادك. فأنت تقول أنا شو اللي يفيدني؟ أنا أقول لك شو اللي يفيدك. أنت لما تيجي تستثمر إن شاء الله في عالم الأسهم، هذا طبعا يمكن في كثير منكم أيضا مستثمرين، بتقارن ما بين نتائج شركة نادك وشركة المراعي، تشوف أي واحدة إيراداتها أكثر من الثانية، كيف التقدم حقه، هل هذه عندها ديون أكثر من هذه. فالإطار الفكري يمكن من ذلك، وطبعا هذا يؤدي إلى زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية، وكذلك إيجاد حلول عملية. طبعا في بعض المنشآت تختلف، في عندك منشآت خدمية، منشآت صناعية، وفي بعض المنشآت تصير عندها مشاكل، فالمحاسبة يعني توجد لها حلول، وكذلك إعداد معايير وإجراءات محاسبية. وصل لكم الباوربوينت على الرابط اللي أرسلته، هو أرسلته كرابط وأرسلته على شكل ملف. جميل. يعني شباب تحملوني المحاضرة هذه بتكون إطار فكري. أنا أكره الجزء النظري بشكل كبير، ما أحب بذل الجزء النظري، دائما أدخل في الجزء العملي، لكن الإطار الفكري في كل المواد يكون طبعا نظري، فبالتالي يمكن المحاضرة هذه والمحاضرة القادمة قد تكون نظرية نوعا ما، لكن بعدين نبدأ ندخل في العملي، والعملي هو أكثر شيء اللي يتم فيه الأسئلة. لكن الإطار الفكري طبعا مليء بالأسئلة النظرية، لكن راح يعني نمر عليها بشكل سريع. يعني مثل هذه قلت لكم الأهمية قد تعتبر إيش مهمة. مكونات الإطار الفكري المحاسبة، ومن المعلومة أن مكونات الإطار الفكري تأخذ شكلاً هرمياً. طبعا في أكثر من مستويات، عندك المستوى الأول الهدف الأساسي للمحاسبة المالية، أهداف وأغراض المحاسبة المالية هي تقديم معلومات مفيدة. طبعا هذا يعتبر إيش مهم في المستوى الأول. الأهداف الأساسية للمحاسبة المالية، أهداف وأغراض هي تقديم معلومات مفيدة في القرارات الاستثمار والائتمان، في تقدير قيمة ووقت التدفقات النقدية المستقبلية عن الموارد، الحقوق التي عليها والتغيرات التي حدثت فيها. جميل. هذا بالنسبة لأهداف الأساسية للمحاسبة المالية. شباب أبي أنبه عن موضوع معين، أرجو عدم تسجيل المحاضرة ووضعها في قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. المحاضرة مسجلة وموجودة عندك في البلاك بورد أو في منصة تدارس، وذلك لأن الحقوق ترجع إلى إيش الجامعة. في بعض الطلاب الله يهديهم يسجلون المحاضرة ويضعونها في اليوتيوب، وهذه طبعا يعتبر شيء تصرف خاطئ ربما يحاسب عليه قانونيا. فلذلك كل المحاضرات موجودة ومسجلة في نظام تدارس، فإن بغيت تقدر ترجع للمحاضرة، والمحاضرة ما راح تحدث بإذن الله، بتكون موجودة معك. بالنسبة لقرارات الاستثمار والائتمان، هذا اللي قلت لكم عنه قبل شوي، أنه ممكن تقرر الاستثمار في شركة معينة، وكذلك إيش قرارات الائتمان، الشركة إذا في حال أنها تحتاج أنها تقترض وغيرها. تقدير قيمة وقت التدفقات النقدية، يعني يتوقعون متى النقدية راح تجيهم من عمليات تقديم الخدمة وغيرها، الحقوق التي عليها والتي تغيرت فيها، الحقوق التي تسدهم فيها حقوق الملاك. بالنسبة للمستوى الثاني، المفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية، هي حلقة وصل ما بين المستوى الأول والمستوى الثاني، وتشمل على خصائص نوعية وعناصر القوائم المالية. خلينا ندخل. تهدف المحاسبة المالية إلى توفير معلومات مناسبة لمتخذي القرار، إلا أنها تواجه مشكلات كمية ونوعية. خلينا ننتقل إلى الأطراف المستفيدة. الأطراف المستفيدة يا شباب هذه مهمة، الأطراف المستفيدة هذه تعتبر مهمة. عندك طبعا مستخدم داخلي ومستخدم خارجي. المستخدم الداخلي هي المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة،
التي عدت التقارير. بالنسبة للمستخدم الخارجي هم أصحاب المنشأة اللي هم الملاك، المستثمرون الحاليون، الدائنون مثل البنوك، الأجهزة الحكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية، الرأي العام وهم الخبراء والباحثون والمستشارون. هذا بالنسبة للأطراف المستفيدة. طيب خلونا نجي للأشياء اللي أنا حددتها قبل شوي. طبعاً هذه الجزئية مهمة اللي هنا تكلمنا عنها، تقديم خدمات معلومة مفيدة في التالي، بس عشان أحدد بعض الأمور. طيب وكذلك هذه تكلمنا عنها، طبعاً هذه واللي تحتها، يعني أنا ما أقدر أحدد السلايد بشكل كامل. طيب خلينا نتكلم عن الخصائص الأساسية والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. هذه مهمة، الخصائص الأساسية والخصائص النوعية مهمة في يعني في مذاكرتكم. خلينا نتكلم عن الخصائص الأساسية والخصائص النوعية، كل واحدة لها يعني بنود خاصة فيها. أول شيء بالنسبة للخصائص الأساسية، هذا أول شيء الخصائص الأساسية، الملائمة. إيش نقصد بالملائمة؟ نقصد بالملائمة أن المعلومات ملائمة تكون قادرة على إجراء الاختلافات في القرارات، بحيث تكون تمكن مستخدمينها من إجراء التنبؤات عن الأحداث المستقبلية والماضية والحاضرة، تقديم تغذية عكسية، جميل، وأخيراً أن تكون متاحة للمستخدمين في الوقت المناسب وقبل أن تفقد قيمتها في اتخاذ القرارات. طبعاً هذا عنصر الملائمة. الملائمة طبعاً فيها عدة أمور. أول شيء أنها تمكنك من إجراء تنبؤات عن الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية، تقدم تغذية عكسية عن التوقعات السابقة، وأخيراً تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت المناسب. يعني إيش الفائدة لو أجيب القوائم المالية مثلاً يعني قبل 3 سنوات 4 سنوات، إذا أنت تبغى تستخدمها الآن؟ يعني لازم المعلومات تكون مباشرة. طبعاً أكيد راح تستفيد من المعلومات القديمة، بس أنا أقصد المعلومة إذا كانت في معلومة جديدة تخص الشركة، مثلاً الشركة طلعت منتج جديد وزاد إيراداتها، لكن ما حطيت هذا في القوائم المالية إلا في وقت متأخر، يعني علمت ناس إنه والله ترى الإيرادات زادت، لكن ما بثيتها لجميع يعني بثيتها بشكل علني في قوائمك المالية. طبعاً هذا يؤثر لأنه يتأخرت، لو عطيت المعلومات بدري كان استثمرت في عملية الشركة. الخاصية الثانية من الخصائص الأساسية إمكانية الاعتماد عليها، إمكانية الاعتماد عليها. طبعاً تندرج تحتها 3 نقاط أو 3 خصائص رئيسية لخاصية إمكانية الاعتماد عليها: تأكيد عدم التحيز والخلو من الأخطاء والأمانة في إعدادها. طبعاً أول شيء قابلية التحقق، الحياد وعدم التحيز والأمانة في العرض والتمثيل العادل من أجل أن نعتمد عليها. عندك ألف باء جيم. طبعاً هذه كيف السؤال يجي عليها؟ يعني من الخصائص الأساسية في المعلومات المحاسبية إمكانية الاعتماد عليها، وتندرج تحتها خصائص، منها ممكن أحط لك القابلية للتحقق، الحياد وعدم التحيز والأمانة في العرض، أو جميع ما سبق. تكون الإجابة طبعاً جميع ما سبق. ممكن أجيب لك خاصية الاعتماد عليها وأحط لك مثلاً التغذية العكسية تحت. التغذية العكسية ما تعتبر من خصائص إمكانية الاعتماد عليها، وإنما تندرج تحت خاصية الملائمة. واضح يا شباب؟ بالنسبة للخصائص الأساسية وخاصية الاعتماد عليها، طبعاً هذا كله إيش معكم. نروح عند الخصائص الثانوية. إحنا تكلمنا قبل شوي عن الخصائص الإيش الأساسية، الحين عندنا الخصائص الثانوية: القابلية للمقارنة والثبات وعدم ايش التجانس. الثبات وعدم التجانس، ايش معنى قابليه للمقارنه؟ زي ما قلت لكم سابقا، انه ممكن اني استخدم القوائم الماليه بحيث اني اقدر اقارن معلومات المنشاه للسنوات السابقه، وكذلك اقارن معلومات المنشاه مع منشات اخرى في نفس القطاع. هذا اللي معنى انه يكون قابليه للمقارنه. بالنسبه للثبات او التجانس، معناته انت اذا استخدمت مبدا في المحاسبة مو تغير على كيفك، لازم تغيره على أساس معين. مثلا يجيك واحد، تجيك شركة تستخدم طريقة الفايفو في المخزون، طريقة الفايفو اللي هو الوارد أولا صادر أولا. طبعا طريقة الفايفو طبعا لها إيجابيات، والنايفو كل واحدة لها إيجابيات وسلبيات. طبعا إذا غيرت من مبدأ إلى مبدأ آخر تصير مشكلة، لأن الفايفو مثلا الوارد أولا صادر أولا، فبالتالي بضاعة آخر المدة تكون عالية، سعرها عالي. أما بالنسبة للأرباح، طبعا هذا بالنسبة للبضاعة، لأن البضاعة الأخيرة عادة يكون سعرها
اغلى من البضاعه الاولى اللي تجي. بعدين في الصادر، الصادر اولا، الوارد اولا صادر اخيرا، اللي هي طريقه اللايفو. ففي بعضهم يغيرون ما بين مبدا بين مبدا ومبدا اخر من اجل تقليل الربح او زياده الربح، طبعا يلعبون في المبدا هذا، لكن طبعا القوانين المحاسبيه قالت لازم تثبت على مبدا واحد وما تغيره. بالنسبه لي الموضوع اللي ابغاكم تعرفونه هنا ان من خصائص الثانويه القابليه للمقارنه والثبات والتجانس، وتعرف ان القابليه للمقارنه ممكن اقارن يعني نتائج الماليه المنشاه في فترات مختلفه، اما الثبات والتجانس انك انت اذا استخدمت مبدا وسياسات لازم تلتزم فيها. طبعا ممكن يغير يعني من مبدا الى اخر او من طريقه الى اخرى طريقه محاسبيه اذا كان عنده سبب يبرر ذلك. والجدير بذكر ان التقارير المحاسبيه الخاصه بفتره معينه تكون اكثر فائده ونفعا لو كانت قابليه للمقارنه. طيب طبعا هذه الخصائص الثانويه ايضا من الاشياء اللي ابغاك تلقي عليها نظره. انا ممكن في نهايه طبعا بعد ما نخلص المحاضرتين يمكن احاول اسوي اطبع او اكتب شيء في المنتدى بحيث انه يلخص لك النقاط اللي مرينا عليها، اقول لك مثلا مرينا على الخصائص الثانويه، مرينا على كذا، البوينتس احطها لك على شكل بوينتس بحيث انك تقدر ترجع لها وتتاكد منها حتى قبل مذاكره الاختبار، تتاكد انك مريت على هذه النقاط. عناصر القوائم الماليه، هذه لابد اسالك عنها. عناصر القوائم الماليه بسالك عن احد التعريفات اللي موجوده هنا، لابد اسالك عن احد التعريفات اللي موجوده هنا، لازم تعرفها. طيب ممكن تجيك فقره فقرتين في الاختبار. طبعا تلميح اخر او بيان اخر بالنسبه للماده، لا يوجد لدي اختبارات قصيره ولا يوجد واجبات، عندكم فقط الاختبار النهائي اللي راح تختبرون. فبالنسبه للعناصر عندك الاصول والالتزامات وحقوق الملكيه، الاستثمارات بواسطه الملاك، توزيعات الملاك، ايضا ايش عندنا، عندنا الدخل الشامل، الايرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر. نتكلم عن كل واحده على حده. بسم الله. الأصول هي منافع اقتصادية مستقبلية محتملة تترتب لمنشأة معينة نتيجة معاملات أحداث اقتصادية وقعت وين؟ في الماضي. طبعا هذا تعريف إيش الأصول. أمثلة الأصول، في أحد يقدر يكتب لي واحد من أمثلة الأصول؟ أي أصل؟ هاي يا شباب، العقارات، العقارات، الأراضي، المباني، الأثاث، السيارات، النقدية، ها؟ هذه كلها تعتبر من الأصول. وطبعا راح نتكلم في المركز المالي إن شاء الله المحاضرة الثانية، نتكلم عن الأصول الثابتة والمتداولة والغير ملموسة. طبعا الإخوان اللي كتبوا الأراضي، الأراضي، الأرض ترى فيها ملاحظة، هو عبارة عن الأصل الوحيد اللي ما في إهلاك من الأصول الثابتة، هو الأصل الوحيد من الأصول الثابتة اللي ما في إهلاك، ما في إهلاك الأراضي، لكن في إهلاك للمباني والسيارات والأثاث، وكل الأصول الثابتة لها إهلاك. طيب الالتزامات هي تضحيات بمنافع اقتصادية محتملة ناتجة عن تعهدات منشأة معينة بتحويل أصول أو تقديم منشآت، تقديم خدمات إلى منشأة أخرى في المستقبل نتيجة لمعاملات أحداث اقتصادية وقعت أيضا في الماضي. هذا طبعا تعريف الالتزامات، مثالها طبعا عندكم إذا في أحد يقدر يكتب لي مثال. الدائنون، عندكم الدائنون، القروض، أوراق الدفع، كل هذه تعتبر من اللي هي الالتزامات. حقوق الملكية وتتمثل في صورة الفرق ما بين الأصول والالتزامات الخاصة بمنشأة معينة، حيث تمثل الفرق، يمثل هذا الفرق مصالح إيش الملاك. الكمبيالات، الكمبيالات طبعا هي على حسب الكمبيالات، هل هي الشركة اللي أصدرت الكمبيالة أو أنها هي اللي استقبلت الكمبيالة، فتختلف، قد تكون أنها وضعية مدين أو وضعية دائن. طبعا هذه كلها تسمى أوراق الدفع أو أوراق القبض. أوراق القبض إذا الشركة هي اللي قبضت الكمبيالة أو استلمت الكمبيالة أو استلمت الشيك، فبالتالي تعتبر من ضمن أوراق القبض. أما إذا كان طبعا الشركة هي اللي أصدرتها، فبالتالي يعتبر دين عليها، فبالتالي كلامك يعتبر صحيح. الاستثمارات بواسطة الملاك تمثل زيادة في صافي الأصول في منشأة معينة والناتج عن تحويلات إليها من منشآت أخرى للحصول على مصالح الملاك، وغالبا تكون في شكل زيادة الأصول أو أداء الخدمات. توزيعات الملاك
طبعا هي عباره عن نقص في صافي اصول المنشاه نتيجه لتوزيع الاصول والوفاه فيها. طبعا هذه كلها راح نتكلم عنها في قائمه المركز المالي بشكل اوضح، لان هذا جانب نظري. اللي ابغاك تعرفه هنا التعاريف، يعني ممكن في الاختبار تجيك مثلا خيار هي تضحيات بمنافع اقتصاديه محتمله ناتجه عن تعهدات منشاه معينه بتحويل اصل او خدمات. ايش هو هذا تعريف الاصول؟ التزامات، حقوق الملكيه، استثمارات بواسطه ملاك. فلازم تعرف كل تعريف. طبعا ما راح يطلب منك كتاب التعريف، لكن الاختبار زي ما انت عارف كله اختيارات. طيب هذا بالنسبه لتوزيعات الملاك. بالنسبه للدخل الشامل او قائمه الدخل الشامل، طبعا موضوعها طويل والمفروض تاخذونه في محاسبه متوسطة 2. لكن الدخل الشامل باختصار يتضمن كافة العمليات والأحداث والظروف التي أدت إلى تغير صافي الأصول خلال دورة محاسبية، وذلك بعد استبعاد تغيرات في الحقوق الملكية الناتجة عن عمليات الرأسمالية مثل زيادة أو تخفيض في رأس المال وتوزيع الأرباح. طبعا هذا ما أبغاكم تعرفونه بالنسبة للدخل الشامل. الدخل الشامل ما أبغاك إيش يعني اقرأ قراءة، لكن ما راح أسألك فيه في الاختبار. الإيرادات، وتتمثل إيرادات التدفقات النقدية الداخلة أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة أو النقص في التزاماتها أو الاثنين معا. هذا بالنسبة طبعا للإيرادات. الإيرادات طبعا ضرورية أنك تعرفها. الإيرادات باختصار يا شباب نفس المبيعات. الإيرادات هي المبيعات. يعني أنت لما تيجي تمارس نشاط رئيسي للمنشأة، طبعا هذه كيف تنتج الإيرادات؟ من خلال إيش؟ إنتاج وتسليم السلع أو تأدية خدمة أو أنشطة أخرى مترتبة على النشاط الرئيسي للمنشأة. يعني أنت إذا عندك مثلاً شركة أبل إيش اللي تبيع؟ شركة أبل يا شباب اللي عندهم آيفونات، شركة أبل تبيع يعني لابتوبات وأجهزة آيفونز وغيرها، فهذا نشاطها الرئيسي. يعني مبيعاتها تجي من أجهزة يعني الكمبيوتر ومن الهواتف الذكية. لكن تخيل أن شركة أبل عندها مبنى والمبنى هذا أجرته وأخذت منه على إيراد، هل هذا يعتبر إيراد رئيسي؟ لا، ما راح يعتبر إيش إيراد رئيسي. طبعا هذا راح نتكلم عنه بشكل آخر، هذا يعتبر يعني ربح من أنشطة أخرى وراح نتكلم عنه بإذن الله تعالى. ففرق ما بين النشاط الرئيسي والنشاط الغير رئيسي، طبعا راح نتكلم عنه في قائمة الدخل بنوع من التفصيل. المصروفات، طبعا ايضا مهمه المصروفات. تتمثل هذه التدفقات النقديه او الخارجه او النقص في الاصول الاخرى او الزياده في التزامات او الاثنين معا ناتجه من استلام او انتاج سلعه او تاديه من خلال ممارسه نشاطها الرئيسي. ايضا مثل ايش مصاريف هذه؟ اعطوني ايش المصاريف اللي تحتاجها المنشاه من في نشاطها الرئيسي. نتكلم عن شركه ابل مثلا، في اكيد في ناس طبعا عندهم شركات اخرى، لكن شركه ابل نقول لنا بسبب الناس عندهم مصروف الرواتب، مصروف ايجار، برافو عليكم، مصروف الرواتب، الإيجار، الهاتف، المصاريف الثانية كلها تدخل في ضمن المصروفات. طبعاً مصروف التأسيس له قسمين، مصروف التأسيس يكون أصل لكن يتم إهلاكه خلال السنوات الخمس سنوات الأولى. يعني إذا أنت مثلاً في بداية أسست مشروع، فأول شيء تحطه كل اللي دفعته، مثلاً نقول أنك توك فاتح المشروع، فإيش اللي صرفت على التأسيس؟ والله سوي مثلا شيء يتعلق في المباني، شيء يتعلق في الاثاث، شيء يتعلق في الطاولات، المكيف وغيره، كلها تعتبر هذه مصاريف تاسيس. اغلبها هذه طبعا تحطها في جانب الاصول وتبدا تجعلها كمصاريف. هي طبعا كلامك صحيح، لكن هذه المصاريف راح تمتد على سنوات كثيره. من ناحيه محاسبيه مصاريف تاسيس طبعا تعتبر احد المصروفات. المكاسب والخسائر، طيب شو الفرق ما بين المكاسب والايرادات والخسائر والمصروفات؟ في فرق يا شباب ولا ما في فرق؟ ولا نفس الشيء؟ نفس الشيء ولا في فرق؟ لا في فرق. زين، المكاسب عبارة عن الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن الأنشطة العرضية للمنشاة. تذكرون يوم قلت لكم شركة أبل لو عندها مبنى وتأجره وأخذت منه ربح، هذا يعتبر من المكاسب، هذا يعتبر من المكاسب، أو يسمونها إيرادات أخرى، يسمونها مكاسب أو يسمونها إيرادات أخرى. الخسائر عبارة عن النقص في حقوق الملكية أو صافي الأصول ناتج عن أنشطة عرضية. طبعاً الخسائر ممكن تكون خسائر نتيجة لإغلاق محل، خسائر نتيجة لبيع أصل،
خسائر، مثلا عندها سيارات وباعت السيارات بخسارة، أو عندها يعني أصل واضطرت أنها إيش تتخلص منها. خسائر ناجمة قد تكون عن عوامل طبيعية، قد يكون بسبب زلزال. الحين الكورونا يوم جه مسبب خسائر لمشاريع كثيرة، هذا يعتبر أيضا أحد المسببات، يعتبر إيش خسائر. بس طبعا ما يكتبون خسائر بسبب كورونا، لكن يعني أحد الأعراض أو العوارض الطبيعية اللي تسبب خسائر للمنشآت. خلينا نشوف وين وصلنا. طبعا ويمكن تقسيم العناصر العشر السابقة إلى مجموعتين، هذه ما نبغى نتكلم فيها، عناصر القوائم المالية. ندخل في المستوى الثالث اللي هي المقاييس التحقق، مفاهيم القياس والتحقق، فهي بمثابة إرشادات تطبيقية تساعد على المواجهة المنطقية للمشاكل الجدلية في التقرير المالي أو الممارسات المحاسبية. عندك ثلاث مكونات اللي هي الافتراضات والمبادئ والقيود التطبيقية. ندخل واحدة واحدة. أول شيء الافتراضات الأساسية للمحاسبة: افتراض استقلال الوحدة المحاسبية، افتراض استمرار الوحدة المحاسبية، افتراض وحدة القياس. طبعا هذه أكيد يعني ما في شك، هذه معكم، هذه معكم اللي هي الافتراضات طبعا والأمور اللي راح نتكلم عنها. شوفون أنا مثلا هذه ما تكلمت عنها فبالتالي ما راح أسألكم فيها، هذه ما تكلمت عنها فبالتالي ما راح أسألكم فيها، لكن عندكم أنكم تقرون. بالنسبة للافتراضات، عندكم افتراض استقلال الوحدة والاستمرار وحدة القياس النقدي وافتراض الدورية، راح نتكلم عن كل وحدة على حدة بإذن الله. أول شيء افتراض استقلال الوحدة المحاسبية، إيش معنى طبعا هذه المبادئ أو الافتراضات اللي جالسين نتكلم عنها الآن، اللي أبغاه منك فقط أنك تفهم إيش معنى افتراض استقلال الوحدة المحاسبية، إيش معنى اللي هو القياس النقدي، إيش معنى الدورة المحاسبية وغيره. افتراض استقلال الوحدة المحاسبية، استقلال المنشأة عن ملاكها وعن المنشآت الأخرى، فيتم فصل عملياتها وأموالها والتزاماتها من أموال الخاصة، أي يتم قياس وتلخيص النتائج المحاسبية من وجهة نظر المنشأة نفسها وليس من وجهة نظر ملاكها. ويترتب على هذا الافتراض عمليا الفصل بين عملية تحقيق الربح وعملية توزيع الربح، ويتم النظر إلى رأس المال على أنه حق للملاك قبل المنشأة. طيب، استقلال الوحدة المحاسبية يا شباب تدرون أن هذا أكبر مبدأ يتم الإخلال فيه من قبل يعني من منشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. أنا شفت رجعت على بعض المكاتب، سواء مكتب محاماة سواء متجر إلكتروني وغيره، أول مبدأ استقلال الوحدة المحاسبية مش موجود. بتسألني كيف؟ أنا بقول لك الحين أول سؤال تسأله للشخص اللي عنده متجر إلكتروني أو عنده مكتب، هل عندك بطاقة مستقلة للمنشأة ولا نفس البطاقة تستخدمها للاستخدام الشخصي؟ تجد أن في الغالب يستخدمونها للاستخدام الشخصي. دخلت أنا على أحد المكاتب وقلت طبعا كان عنده مشاكل محاسبية، فقلت ما في مشكلة، أنا يعني أعدلك القوائم المالية ويعني أضبط لك الأمور المحاسبية. فقلت له طيب عطني البطاقة اللي أبي المعلومات المالية اللي في البنك. فأعطاني ثلاث بطاقات. فيوم جيت انزل البيانات من المعلومات، البيانات عفوا من الموقع، طبعا تعرفون تدخلون على الموقع وتنزل كل العمليات الماليه مثلا خلال سنه. فاكتشفت انه في العمليات الخاصه في المكتب، طبعا شاري اغراض للبيت، مسجل مثلا ابنه في حضانه، مثلا شاري من دانكن، كل الامور يعني مختلط الحابل بالنابل، فبالتالي صعب اني افصل ما بين عمليات المنشأة او عمليات الشخصيه. فاضطريت اني اجلس معه واقول له هذه العمليه خاصه في المنشأة ولا خاصه فيك. فطبعا هذا اول مبدا يتم الاخلال فيه. وكذلك حتى على مستوى التجاره الالكترونيه ايضا واجهت شخص عنده مشاكل، يقول انا ما اعرف حسابات، ما ادري ربحان ولا خسران ولا اعرف اي شيء. هذا طبعا شيء طبيعي بسبب انه المحاسبه ما هي مترتبه من فرضيه استقلال الوحده المحاسبيه. فمثال بسيط اللي قلت لكم، مثال البطاقة، افتراض استمرار الوحدة المحاسبية. طبعا الوحدة المحاسبية أنشئت لتستمر، يعني أنت عارف لما تبدأ تنشئ مثلا الشركات الموجودة الآن، أي شركة أنشئت لتستمر، البقالة فتحت عندكم لأجل تستمر لسنوات ما راح تسكر، يعني هذه الفرضية اللي موجودة في المحاسبة، كذلك الشركات جميعها. يعني الفرض هذا أن المنشأة وجدت لتستمر، وهذا الاستمرار غير محدود بأجل معين، ويترتب عليه تقويم معظم الأصول على أساس التكلفة التاريخية. راح نتكلم عن التكلفة التاريخية.
ويترتب عليه الأخذ بإهمال في حال التصفية وما يترتب عليها من أثار. يعني حنا نفترض أن الشركة موجودة لتستمر. طيب. افتراض وحدة القياس النقدي، أكيد طبعاً لما تيجي الفرضية هذه ما يحتاج أن وحدة القياس النقدية، دقيقة بس خلينا أحدد، وحدة القياس النقدي ينبغي أن لا تتغير قيمتها بمرور الزمن حتى تقوم بدورها كوحدة قياس نمطية ملائمة، وتجاهلها لتغييرات القوى الشرائية يمثل نقطة ضعف لها بالنسبة لهذا الافتراض وبصفة خاصة وللمحاسبة بصفة عامة. طبعاً فرض وحدة القياس النقدي أن القوائم المالية يجب أن تقاس، مثلاً عندنا في السعودية تقاس بالريال، ما تقدر تقيس يعني القوائم المالية بشيء آخر غير القياس النقدي، ما تقدر تقيسه مثلاً ب يعني ما تقيسه يعني تعرفون في السابق أول كان في مقايضة، ممكن إني أعطيك تفاحة وتعطيني برتقال، فما تقدر تقيسه مثلاً القوائم المالية بشيء آخر يعني غير النقود. فهذه فرضية يعني بديهية. افتراض الفترات المحاسبية أو يسمونها الدورية، طبعاً ممكن يسمونها فرض الدورية، ممكن يسمونها افتراض الفترات المحاسبية، وهو طبعاً لقياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية بدقة كافية وبشكل قاطع، يلزم إيش الانتظار حتى يتم تصفية الأعمال مما يفقدها المنطق والواقعية. وهذا الافتراض يعني تقسيم، طبعاً هذا معنى الفرضية من هنا، يعني تقسيم نشاط الاقتصاد لوحدات محاسبية متساوية الأجل وإعداد القوائم المالية في نهاية كل فترة. طبعاً يا شباب في شغلة مهمة، أن القوائم المالية طبعاً يتم عادةً تتم في نهاية السنة، في نهاية كل سنة يتم إعداد اللي هو القوائم المالية للمنشآت، لكن مو شرط، لأن في بعض المنشآت نهاية السنة المالية مختلفة عن الشركات الأخرى. ممكن الشركة بدأت في 1/3 في شهر مارس، ممتاز، ممكن الشركة بدأت في سبتمبر، فبالتالي نهاية القوائم المالية لازم تكون في مثلا في سبتمبر. بس طبعا تفرض جميع الشركات ان تعد قوائمها المالية في نهاية السنة من اجل انها ترفعها لإعراض الزكاة والضريبة وغيرها من الامور. طيب المبادئ المحاسبية، نتكلم عن المبادئ المحاسبية. اول مبدأ عندنا مبدأ اساس التكلفة التاريخية، المبدأ الثاني الاعتراف بالإيراد، وطبعا ويعتبر الإيراد مكتسبا اذا تحقق شرطين، تقديم سلعة سلعة وخدمة او تقديم خدمة، وجود عملية تبادل بين الوحدات المحاسبية والوحدات الأخرى. طبعاً عندنا مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات التي حققتها، ومبدأ الإفصاح الكامل. راح نتكلم عن كل مبدأ على حدة بإذن الله تعالى. طيب أول شيء أساس التكلفة التاريخية. أساس التكلفة التاريخية ينص هذا المبدأ أنك أي أصل شريته لازم تسجله بالقيمة التاريخية. مثلاً شريت أرض بقيمة مليون ريال، بعد سنة صار مليونين، ارتفعت القيمة السوقية، لاحظ أنت ما بعت، وارتفعت الأرض السنة الثالثة 3 ملايين، والسنة الخامسة وصلت مثلاً إلى 10 ملايين. في دفاترنا حنا إيش نسجلها؟ نسجلها مليون ولا 10 ملايين آخر قيمة وصلت لها؟ إيش رأيكم أنتم؟ آخر قيمة. طيب يعني إذا قيمة الأرض وصلت 10 ملايين نسجل في قوائمنا المالية 10 ملايين، ما نسجل المليون. هذا كلامكم. طبعا هذا الكلام يعني من ناحية، طبعا هذا صار فيه خلاف كبير، قالوا أن المحاسبة لازم تكون معلوماتها محدثة أول بأول، لكن الأساس في المحاسبة يقول لك تسجلها بالتكلفة التاريخية، فبالتالي تسجلها بقيمة مليون ريال، ما تسجلها بقيمة 10 ملايين. حلو. القيمة السوقية ما تسجلها بالنسبة للأراضي في اللي هو في القوائم المالية. طيب مبدأ أساس التكلفة التاريخية، وأساس التكلفة التاريخية يحقق مزايا هامة من مثل سهولة التحقق من صحة البيانات وهي واقعية، لتوفر مستندات مؤيدة لها وتستند إلى أساس حقيقي وموضوعي. ومع ذلك فإن مبدأ التكلفة التاريخية يواجه عدة انتقادات تزداد حدتها، زي ما يعني جاوبوا بعض الشباب يقول لك من ناحية منطقية المفروض نسجل آخر سعر لأنه وصلت لهذا السعر، لكن المحاسبة المبدأ يقول لك لا، سجلها بالقيمة التاريخية، لأنك لازم تسجل العملية بالفاتورة اللي موجودة عندك. طبعا كما تعرفون أن في المحاسبة لما يعني إن شاء الله تشتغل في مكتب أو شيء،
ما تقدر تسجل عملية مالية إلا موجودة فاتورة، لازم في فاتورة تثبت العملية المالية. إذا ما في فاتورة بيع أو شراء أو شراء يعني شراء أصل أو بيع خدمة أو كذا أو استلام مبلغ، ما تسجل أي شيء. يقول لك والله احنا شرينا، طيب وين الإثبات؟ أعطني فاتورة، أعطني دليل على وجود هذه العملية. طيب مبدأ الاعتراف بالإيرادات، طبعا هذه المبدأ تغير يعني كل ما لو يتطور في شيء العقود، بس ما بادخلكم فيه. لكن الاعتراف بالإيراد، متى نعترف بالإيراد؟ يعني توقيت الإيراد، توقيت الاعتراف بالإيراد هي النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد في سجل المنشآت، وتتحدد عند النقطة بذلك التاريخ الذي يتوافر فيه شرطين. وشو الشرطين؟ اكتساب الإيراد، تحقق هذا الإيراد أو كونه قابلا للتحقق. ويعتبر الإيراد مكتسبا إذا تحقق شرطين: تقديم خدمة أو السلعة، وجود عملية تبادل بين الوحدات المحاسبية والوحدة الأخرى. طبعا أجيب لكم مثال بسيط على الإيراد المكتسب. أنت الآن إذا رحت بقالة شريت أي شيء، نقول شريت مثلا حليب، إذا شريت حليب هو أعطاك السلعة، سلم لك السلعة، وصارت عملية تبادل بينك وبين إيش الوحدة، أنت أعطيته مبلغ مقابل استلامك للسلعة، فبالتالي هنا يعترف بالإيراد. طبعا في بعض العمليات اللي يعني العقود، مثلا عقود طويلة الأجل تمتد مثلا 5 سنوات، أنت مثلا متفق مع شركة أنها تبني لك البيت أو تبني لك العمارة وتنتهي بعد 5 سنوات، هنا متى يتم الاعتراف بالإيرادات؟ هل إذا وقعت العقد أو إذا خلص انتهى بعد 5 سنوات يا الله تعطي المبلغ، أو في قاعدة ثانية؟ في قاعدة ثانية اللي هي قاعدة أنه تعترف بنسبة، نسبة الإنجاز، يعني في السنة الأولى مثلا أنجز نسبة 10% تعطيه 10%، طبعا على حسب الاتفاق بينكم، ممكن تعطيه كل شهر نسبة الإنجاز المتعلقة بكل شهر. طبعا هذا مبدأ الاعتراف بالإيراد معكم. طبعا فيتم تحديد أسعار البيع بطريقة موضوعية وتكون أسعار قابلة للتحقق أي يتم عندها نقطة الاعتراف بالإيراد، ومع ذلك فهناك بعض الاستثناءات لاستخدام نقطة البيع كنقطة. هذه الاستثناءات مهمة، حلو، هذه الاستثناءات إيش مهمة؟ تحقق الإيراد خلال الإنتاج على أساس مستوى الإتمام الجزئي للإنتاج، ويطبق هذا الأساس على أعمال العقود طويلة الأجل، هذا اللي قلت لكم إياه، أساس العقود طويلة الأجل يكون على مستوى إيش؟ الإتمام الجزئي للإنتاج، طبعا هذه تطبق للعقود طويلة الأجل. طبعا وعندنا شيء اللي يتعلق الأساس الإنتاجي أو تحقق الإيرادات بمجرد انتهاء الإنتاج وقبل البيع. في بعض الأحيان يتم الاعتراف بالإيراد قبل عملية البيع، وهذا طبعا في المنشآت اللي تتعلق في التعدين واستخراج البترول والفضة وغيرها، حتى في المنتجات مثلا الزراعية إذا كان في اتفاق. فطبعا عندكم الاعتراف بالإيراد بشكل عام، بشكل عام يتم تحقيقه، طبعا هذا كله معكم. طبعا انا خلاص حددت راس القلم معناته اللي تحت كله معكم. طبعا بشكل عام تقديم خدمه او سلعه، والشرط الثاني وجود عمليات بين الوحدات المحاسبيه، لكن الاستثناء لهذا الشرط اللي هو ايش؟ عندكم العقود طويله الاجل يكون طبعا على حسب مستوى الاتمام، وعندك ايضا ممكن يتم الاعتراف بالايراد قبل عمليه البيع، يعني قبل لا يسلم السلعه والخدمه. هذه وينها؟ هذه تلقاها في منشآت التعدين واستخراج البترول وانتاج الذهب، وكذلك المنتجات الزراعيه، لانه يكون بينك وبينهم عقد، انت ما تدري كم راح تطلع من البترول، ما تدري كم راح تطلع يعني انتاجك من القمح، فبالتالي تقول والله انا عندي هذه مزرعه راح ابيع لك انتاجي بقيمه كذا، فمجرد انك تخلص الانتاج يعني يعطيك المبلغ، تعترف بعمليه الايراد مجرد انتهائك من الانتاج. الأساس النقدي أو تحقق الإيرادات، أو تحقق الإيرادات عند استلام النقدية. طيب في ظل هذا الأساس لا يتحقق الإيراد إلا بعد حدوث إيش؟ واقعة التحصيل النقدي. طبعا عندنا في المحاسبة في الشركات، كل الشركات تستخدم أساس الاستحقاق، أساس الاستحقاق، ما عدا المنشآت الحكومية تعتمد على الأساس النقدي. إيش الفرق بين أساس النقدي وأساس الاستحقاق؟ في حد عنده فكرة؟ الأساس النقدي وأساس الاستحقاق. طبعاً الأساس النقدي أنك ما تعترف بالعملية المالية إلا عند استلام النقدية، يعني لازم يكون في استلام النقدية من أجل أنك تسجلها في سجلات المحاسبية. أما أساس الاستحقاق
هو تحميل العام بما يخص من إيرادات ومصروفات بغض النظر تم تسليم المبلغ أو لم يتم تسليمه. فهذا بالنسبة للأساس النقدي لا يتحقق إلا في ظل طبعا اللي هو إيش يعني التحصيل بواقعة التحصيل النقدي. طيب مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات راح نتركها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، راح أدخل الآن على الرابط الخاص في المحاضرة القادمة، فأتمنى أنكم تتابعونا يعني الآن إن شاء الله بدخل على الرابط الثاني. بالتوفيق يا شباب.